الآن يتفضل سيادة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بالرد على موضوعات طلبات الإحاطة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المستشار الدكتور حنفي الهبالي رئيس مجلس النواب، السيدات والسادة الوكلاء ورؤساء اللجان النوعية، السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أشكر حضراتكم على إتاحة هذه الفرصة لاستعراض موقف الدولة المصرية والجهود التي تمت في الفترة الماضية وبتتم وستتم لدعم أشقائنا الفلسطينيين على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والمجتمعية. لقد تابعت باهتمام كل الطلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من السادة النواب الموقرين بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والتي تعكس فهم دقيق وواضح لما تواجهه مصر من تحديات وما تتعرض له من ضغوط اقتصادية وسياسية. عدد من السادة النواب قالوا احنا لازم نتوقع ان هيبقى هناك ضغوط اقتصادية علينا في الفترة الجاية، لكن أنا عايز أقول لحضراتكم إن الضغوط دي موجودة بقالها فترة، وأرجو إن إحنا نبقى كلنا واخدين بالنا من الكلام. في ظل ظروف عالمية صعبة جدا دائما بتكون هناك محاولات للنيل من الدول اللي يكون هناك رغبة لفرض أي إجندات عليها، ودائما يكون هناك محاولة النظر ما هي نقاط الضعف الممكن ان احنا نخترق بها هذه الدولة. مصر على مدار الفترة السابقة ومنذ 2011، مش عايز اتكلم واطيل لان معروف ما هي كانت الاجندة وما تتعرض لي من ضغوط، وستظل تتعرض لهذه الضغوط. وبالتالي كانت رؤية القيادة السياسية اللي زي ما قال عدد كبير من حضراتكم ما كانش مفهوم هو ليه هذه السرعة الرهيبة في تنفيذ المشروعات القومية وفي بناء وتقوية الجيش المصري. وأعتقد النهاردة مع اللي بيحصل حوالينا في خلال العامين الماضيين على المستوى العالمي والمستوى الدولي والإقليمي أصبحت الإجابة واضحة ليه كل ده كان بيتعمل وبالسرعة دي. الضغوط اللي بتتعرض بيها المنطقة والدولة المصرية ضغوط ليست بالقليلة، ولكن الدولة المصرية كانت تعي تماما حجم التحدي. وعشان كده خلوني في إطار هذا الموضوع أأكد على حقائق واضحة. أولاً إن التضامن والدعم المصري الكامل قيادة وشعباً للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وللقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري التاريخي والذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية. أعتقد مصر مش عايز أبالغ إذا أقول إنها كانت الدولة الوحيدة التي ليس لها أجندة خاصة تجاه هذه القضية، بل على العكس مصر ضحت وبتضحي وحتضحي من أجل صالح الشعب الفلسطيني، وبتقف يعني على يعني حياد تام وعلى يعني مساواة مع كل الأطراف الفاعلة في الشأن الفلسطيني الداخلي، وبنتعامل معهم جميعا لصالح الشعب الفلسطيني. دي حقيقة واضحة إن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بترتكز على اعتقاد جازم أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى حل الدولتين، حل عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين عواقبها الحالية والمستقبلية ستكون وخيمة، ومن ثم لا بديل إلا إحياء المسار السياسي نحو حل الدولتين. ومن منذ اليوم الأول للمواجهات وإحنا مع محاولات وكل محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر إن إحنا لابد من التحول الفوري مرة أخرى لحل المسار السياسي ومناقشة والوصول إلى الحل الدائم لإنشاء دولة فلسطين. وعايز أذكر شيء مهم جداً، إن كانت من نتائج انتصار قواتنا المسلحة الباسلة في حرب 73 ليس فقط استعادة الأرض المسلوبة في سيناء، إنما كان هناك تغيير حقيقي في ميزان القوى في العالم، حيث إن هذه الحرب كانت دافع قوي لتأكيد الحق العربي في فلسطين، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر 74 قرار تاريخي أكدت فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والسيادة واستعادة حقوقه المسلوبة. وفي عام 1979 توصلت مصر وإسرائيل لتوقيع معاهدة سلام، واللي أكدت على إن السلام الدائم والعادل في المنطقة لن يتحقق باتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل، وإنما بحل شامل لجميع أوجه النزاع في المنطقة والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 67، والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، وأن تكون المعاهدة أساس للسلام ليس فقط بين مصر وإسرائيل بل أيضا إسرائيل وباقي جيرانها العرب. واستمرارا لدعم القضية الفلسطينية منذ تولي سيادة الرئيس المسؤولية، وهو بيقوم بكل الجهد لدعم هذه القضية بصورة واضحة تماما. وعند اندلاع الأزمة الحالية اللي احنا كلنا بنشهدها، كان سيادته أول من دعا لعقد قمة، وهي قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأكد فيها سيادته على التالي عشان نأكد بوضوح شديد مواقفنا والدولة بتتحرك إزاي. الإدانة بوضوح كامل لاستهداف وقتل وترويع المدنيين المسالمين من أهالينا، عدم إغلاق معبر رفح في أي لحظة، الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً. وأكد سيادة الرئيس في مؤتمر القمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية في الرياض إن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ويجب إيقافها فوراً. السيد الرئيس بيستمر في قيادة تحركات الدولة المصرية في مختلف المسارات سياسياً ودبلوماسياً وإنسانياً لوقف هذه الحرب وحقن دماء الشعب الفلسطيني. والتحركات دي كلها مرة أخرى هي استمرار لدور مصر التاريخي الداعم للقضية، واللي بيمتد لعقود طويلة وحضراتكم كلكم قلتوها، وبتنطلق من ثوابت راسخة على رأسها الحق العادل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدوده في 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وانطلاقا من هذا أعلنت الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى إدانتها الكاملة للجرائم اللي بيقوم بها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفي حق الفلسطينيين وسكان قطاع غزة، وانتهاكاته الواضحة للقانون الدولي والإنساني وكافة المواثيق الدولية. مصر ترفض تماماً استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية، والتدمير اللي بيحصل لمستشفيات ومدارس ودور عبادة مساجد وكنائس واللي بتتمتع بحماية دولية وفقاً للقانون الدولي الإنساني. كما أكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعي اللي بتفرضها إسرائيل في كل مكان في قطاع غزة. وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أن تحركات الدولة شملت كافة المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف إطلاق النار، حيث يتم التنسيق على مدار الساعة، مش هقول على مدار اليوم، مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل هذه الأزمة ووقف التصعيد في الأرض الفلسطينية، وذلك من خلال
لقاءات عديدة جداً، وطبعاً سيادة الرئيس كان له النصيب الأكبر من لقاءات واتصالات مكثفة حرص كبار قادة العالم على إجراءها مع فخامة الرئيس. وهنا أحب أؤكد على شيء مهم جداً، إن مصر على ثقة كاملة أن الأشقاء الفلسطينيين واعون ومدركون تماماً أن الموقف المصري يخدم بشكل مباشر القضية الفلسطينية ويفشل أي محاولات لتصفيتها. وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية اللي في قطاع غزة، ضغطت مصر منذ بداية الأحداث من أجل إدخال المساعدات الإغاثية لأهل القطاع من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية اللي قدمتها مصر لقطاع غزة أكثر من 11200 طن، ده لغاية يوم 19 نوفمبر يعني من يومين، من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه وخيام ووقود وغيرها من المساعدات والاحتياجات لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن إخواتنا من الشعب الفلسطيني في غزة. الرقم ده مع الأزمة الاقتصادية المصرية، الأزمة اللي احنا كلنا بنقول عليها في أزمة اقتصادية، لكن الرقم ده بيمثل تقريباً 4 أضعاف اللي أكتر من 30 دولة بعتته للشعب الفلسطيني. كل اللي جالنا حتى هذه اللحظة 3000 طن من كل دول العالم. احنا قدمنا 4 أضعاف هذه الكمية وبنستمر، ويمكن كانت آخر مساعدات قدمتها مصر في مطلع الأسبوع الحالي من يوم السبت، لما شرفت بوجودي لإطلاق أكبر قافلة بتتعمل في وقت واحد لغزة من 200 عربية وشاحنة بتحمل 2500 طن مرة واحدة. وعايز أؤكد لحضراتكم استمرار هذه النوعية من القوافل الضخمة، والأسبوع الجاي هيبقى فيه واحدة أخرى، وحتستمر الإعانات والمساعدات لأهالينا هناك. أيضاً اتعملت خطة كاملة لمساعدة المصابين والجرحى من أشقائنا الفلسطينيين اللي هيجوا والكل اللي هيدخلوا من خلال معبر رفح. أنا عايز أقول لحضراتكم حتى هذه اللحظة احنا استقبلنا 8200 واحد دخلوا لنا من المعبر من كل الجنسيات، تم مناظرتهم طبياً، والنهاردة في مستشفيات المصرية هناك 383 مصاب فلسطيني آخرهم 28 طفل من الأطفال المبتسرين اللي نجحنا بجهودنا وضغطنا إن احنا نجيبهم عشان يتم علاجهم هنا داخل مصر. أنا عايز أقول لحضراتكم إن احنا حاطين كحكومة خطة واضحة جداً بأنصاق للخدمات الطبية عشان نساعد أهالينا في غزة. أنا بتكلم على كل مستشفيات شمال سيناء مستعدة، دي كنسق أول، وبعدها مستشفيات قناة السويس، مستشفيات السويس وبورسعيد والإسماعيلية، والنسق الثالث القاهرة الكبرى، عشان كل العمليات الجراحية الدقيقة والمتخصصة تبقى إحنا قادرين بمجرد دخول الجرحى إن إحنا نقوم بيها. إحنا مجيشين أكتر من 30,000 من الأطقم الطبية على مدار الـ 24 ساعة عشان يخدموا أهالينا من جرحى أهالينا في غزة. ده بالإضافة لكل المستلزمات الطبية والأدوية اللي احنا بندخلهم. في نفس الوقت أتقدم بالشكر لمنظمات المجتمع المدني المصري على الدور الإنساني العظيم اللي بيقدموه من خلال المساعدات الإنسانية اللي كانت بيقدموها وحيظلوا يقدموها. أنا كنت سعيد جداً وأنا موجود يوم السبت إن بيتقال لي إن عدد كبير من المساعدات اللي موجودة في هذه القافلة الطبية الكبيرة اللي كنا بنطلقها لغزة مش فقط من مؤسسات المجتمع المدني، ولكن من ناس فرادة جم لغاية الموقع بيقدموا مساعدتهم لكل أهليهم في غزة. دي غريزتنا ودي طبيعتنا كمصريين تجاه هذه القضية وتجاه أشقائنا في غزة. وعايز أؤكد بقى هنا نقطة مهمة جدا يمكن عدد من حضراتكم قالها، معبر رفح المصري لم يغلق في لحظة واحدة، لأن اتقال في وقت من الأوقات أنتم مانعين دخول المساعدات ليه؟ الكلام ده غير صحيح، وده جزء من حروب الجيل الرابع، التشكيك في الجهود اللي بتقوم بيها الدولة المصرية وفي أي حاجة النهاردة بتتعمل.
تاني أنا بأكد، معبر رفح المصري لم يتم غلقه لحظة واحدة، ولازم نبقى نوضح اللبس اللي موجود لدى العديد من الأطراف الخارجية، وكنا بنقول لهم هذا الكلام ومن كل ومن بعض وسائل الإعلام اللي بتعمله عن أحياناً سوء نية. مصر مش موجود هناك معبر واحد، ولكن هناك معبرين، معبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني، وللأسف معبر رفح من الجانب الفلسطيني ضرب أكثر من مرة منذ بدء الأعمال لمنع وإعاقة دخول وخروج سواء الجرحى أو المستلزمات والإغاثات المطلوبة، ولكن كنا حريصين كل الحرص على المساعدة في إعادة تأهيل هذا المعبر من الجانب الفلسطيني، ولكن حتى هذه اللحظة المشكلة الحقيقية في المعبر الفلسطيني هو تحكم الجانب الإسرائيلي في دخول وخروج المستلزمات بطرق مختلفة، ودي اللي احنا بنمارس فيها كل الضغوط، والحمد لله نجحنا في خلال الفترة السابقة على إدخال حجم كبير جداً من المساعدات في هذا الشأن. السيد رئيس مجلس النواب الموقر والسادة الأعضاء، لقد طرح السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر القاهرة للسلام اللي عقد في أكتوبر الماضي خريطة طريق لحل الأزمة الراهنة. هذه الخريطة مكونة من ثلاث محاور: إدخال المساعدات الإنسانية، التهدئة الأمنية، والمفاوضات السياسية، وأصبحت هذه المخرجات أساس لتوحيد الجهود العربية والدولية من أجل تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. في الوقت نفسه واجهت مصر المخططات الرامية لتوظيف هجوم 7 أكتوبر، إذ أدركت أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه سيناء، لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع، لتحوله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار في اتجاه مصر. وإزاء هذا المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر هي خط أحمر غير قابل للنقاش. الشعب المصري خرج وعبر بكامل إرادته عن رفضه بشكل قاطع لمخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية أو غيرها، وذلك لما لهذا المخطط من تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم كله. ودي كانت الرسالة اللي قالها كل المسؤولين في مصر، بدءا من فخامة الرئيس لرئيس الحكومة للوزراء لكل اللي احنا قابلناهم على المستوى الدولي: احذروا، لأن هذا النزاع وامتداده وتوسعه هيطولكم، هيطول العالم كله، مش هيبقى فقط على قد المنطقة. ووقفت مصر حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري، والتي ظهرت في تصريحات كلكم اتكلمتوا عليها، وكلها كانت تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا، واللي احنا كنا يمكن كنا بنسمع احيانا انها بتتسرب ويطلع بعد كده تكذيب بصورة او باخرى ان مش مقصود بيها هذا الموضوع بصورة علنية. ومع ذلك خرج مسؤولين وقالوا بصورة واضحة ان لا، هو ده المخطط اللي احنا بنصبو اليه وبنطمح اليه. ولكن من خلال الدبلوماسية والموقف المصري الثابت بهذا الموضوع من أول يوم، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح، بل تبنت وجهة النظر المصرية. وأعتقد حضراتكم لمستم التصريحات الرسمية للعديد من زعماء دول العالم اللي ابتدوا يتبنوا تماماً الموقف المصري اللي بدأت مصر كانت بتقول فيه من أول يوم. السادة أعضاء المجلس الموقر، يعني في سياق موضوعنا اللي احنا بصدده وما يتم تداوله من محاولات تهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين من قطاع غزة، هناك عدد من المحددات الأساسية اللي بتحكم الموقف المصري تجاه هذه المسألة، عشان بس ما يبقاش فيه أي جدل ولا حتى تفكير قدام أي حد فيه. أولاً، حماية الأمن القومي المصري، باعتبار أن التهجير القسري
إلى سيناء هو أمر يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تماماً. حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، لأن أي موجة جديدة من التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو بمثابة تصفية للقضية بالقوى المسلحة، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى لتوظيف ما حدث يوم 7 أكتوبر لتصفية القضية. حضراتكم قلتوا يعني أحد السادة النواب هنا اتكلم على شيء مهم جدا، قال بيتقال طب ما مصر مستقبلة 9 مليون يعني ضيف زي ما سيادة الرئيس دايما بيقولوا، ايه اللي هيدير مصر ان كمان تبقى معاها 2 مليون؟ لا، الموضوع هنا فرق جوهري. احنا على مدار الفترة السابقة ولغاية النهاردة والبكرة وللمستقبل، معبر رفح مفتوح وفي الظروف العادية اهلا وسهلا باهالينا واشقائنا من الفلسطينيين. لكن قبول مصر بدخول 2 مليون فلسطيني يبقى معناها إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية للأبد، وهو ده أمر مرفوض تماما. الحق النقطة الثالثة، مصر لن تغير موقفها، لم ولن تغير موقفها. اليقين الراسخ للدولة المصرية هو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية. اسمحوا لي الجزء ده، أرجو إن إحنا نعي كل كلمة هتتقال فيه. الدولة المصرية أخذت مجموعة من الإجراءات المهمة منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة لوقت أي محاولة للتهجير القسري. أولاً أكدنا على الرفض القاطع والحاسم لأي محاولة، وأكدنا هذا الموقف عشرات المرات على كل المستويات وفي كل المناسبات اللي تمت منذ بدء العدوان، حتى يكون هذا الموقف واضح للجميع ولا لبس فيه وقطع الطريق على أي محاولات للالتفاف على هذا الموقف. ومن هذا المنبر الموقر أؤكد مرة أخرى، مصر ترفض بشكل تام ومطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وترفض أي وكافة الإجراءات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على ذلك، وتعتبر ذلك الأمر تهديد للأراضي والسيادة المصرية. وبناء على هذا فإن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، وأن مصر وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لها رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولي. مصر موقفها ثابت من احترام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية والتزام بنصوصها، ولكن نتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بالتصرفات الحالية في قطاع غزة وما قد تشكله من تهديد غير مباشر للدولة المصرية. لقد حذرت مصر مراراً وتكراراً من أن الأمن العالمي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأي تطورات تجري في منطقة الشرق الأوسط، وأن أي صراعات ومواجهات عسكرية في المنطقة من شأنها خلق تحديات أمنية عالمية، سواء على مستوى الظواهر الإرهابية أو الهجرة غير القانونية. ولعل التطورات الأخيرة اللي بتشهدها منطقة البحر الأحمر نتيجة لتداعيات الحرب الإسرائيلية في غزة تؤكد ما حذر منه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن عدم الوقف الفوري للعمليات العسكرية الوحشية على قطاع غزة سيسهم في تقويض أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وحيفتح الباب أمام صراع أوسع نطاقاً
وهيجر الإقليم لمزيد من التوتر. ويتعين على أشقائنا الفلسطينيين أن يعوا أن الموقف المصري يخدم وبشكل مباشر ضرورة صمودهم على أراضيهم وعدم تركها أبداً. وعلى الشعب المصري ونوابه الموقرين أن يتفهموا حجم الضغوط اللي بتمارس على مصر، وتاني أنا بقولها مش دلوقتي. ونكثف جميعاً مواقفنا المساندة لإجراءات الدولة المصرية في ملف قطاع غزة والتطورات الجارية هناك واللي ممكن إنها تحصل في المستقبل صوناً لمقدرات الأمن القومي المصري. مصر اتخذت إجراءات أخرى بالتنسيق الكامل مع الدول العربية المعنية والشقيقة وخاصة المملكة الأردنية الهاشمية، لأن تمرير التهجير القسري من قطاع غزة سيمثل سابقة يمكن تكرارها على الفور في الضفة الغربية. والحقيقة إن تم تحويل الموقف المصري الرافض للتهجير القسري إلى موقف عربي موحد، وهو ما انعكس في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الغير العادية بالقاهرة يوم 11 أكتوبر الماضي، وبيان القمة العربية الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية بالرياض في 11 نوفمبر. وتنتهز مصر هذه الفرصة للتعبير عن تقديرها للجهود العربية الداعمة للموقف المصري والمتفهمة لخطورة التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم. إحنا بنشتغل على بناء رأي عام دولي رافض لهذا التهجير القسري، ونجحت الدولة المصرية بشكل كبير في هذا الصدد، إذ بات هناك موقف أمريكي وأوروبي ودولي واضح يؤكد رفض التهجير بصورة رسمية أو توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم. بالإضافة إن إحنا بنبذل كل جهدنا على ضمان تدفق آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، وبدأت الجهود المصرية في هذا الشأن من بداية العدوان، وبات هناك أيضاً موقف دولي داعم لهذا الموقف المصري. ومصر ما اكتفتش بكده، ولكن انتقلت إلى العمل على ضمان تدفق الوقود لضمان عمل الخدمات الحيوية داخل قطاع غزة، إذ من شأن تدفق المساعدات الإنسانية والوقود منها إنه يساعد متى نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن أن يقلل من حاجة الأشقاء الفلسطينيين للخروج من القطاع. كل ما بندخل أكتر كل ما بنخلي وبنخليهم إن هم يبقوا موجودين وما يحتاجوش للخروج علشان ياخدوا احتياجاتهم الأساسية. وأنتهز مرة أخرى هذه الفرصة لتحية الشعب الفلسطيني على صموده وإصراره على التمسك بأرضه في مواجهة هذا العدوان. مصر بتبذل جهود مستمرة للتوصل إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار الدائم، يمهد الطريق لفتح أفق سياسي وبدء عملية سلام على أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام، ومبدأ حل الدولتين تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ونشير إلى أن نجاح الجهود المصرية في إدخال تغييرات مهمة على الموقف الدولي في هذا الشأن. السيد رئيس مجلس النواب الموقر والسادة الأعضاء، في الختام أود أؤكد مجدداً أن تراب سيناء عزيز على كل المصريين، فهناك سالت دماءهم في حروب شتى على مدار التاريخ كتب للمصريين فيها دائماً في النهاية النصر، لأن عقيدتنا كانت دائماً النصر أو الشهادة. والدولة المصرية بتبذل كل الجهد لتنمية سيناء بصورة شاملة. مرة أخرى، لن تستطيع فقط القوى العسكرية حماية سيناء. عشان ننهي ونجهد أي مخطط مستقبلاً لا سبيل غير التنمية الشاملة، ومش بيبقى فيه هناك سيادة النائب 5 مليون. إحنا الخطة بتاعت مصر لغاية ما قبل 2050 أن يكون هناك 8 مليون مصري داخل أراضي سيناء. تاني، أنا أحب أن أنا أؤكد أثناء زيارتي اللي شرفت بيها يوم 30 أكتوبر الماضي، وكان بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب في شمال سيناء، الدولة المصرية أنفقت في 10 سنين أكثر من 610 مليار جنيه على تنمية سيناء، منهم 300 مليار في شمال سيناء لوحدها. وتاني،
مع الإرهاب اللي كان بيحصل، وكل أسبوع كان بيموت لنا هناك شهداء من قواتنا المسلحة والشرطة والمدنيين أهالي شمال سيناء، كان الطبيعي إن أنا ما أخدش أي خطوة لعملية التنمية لغاية لما أخلص من الإرهاب. لكن كان قرار سيادة الرئيس الاستراتيجي اللي تاني بيثبت صحته النهاردة إن يشتغل التنمية، تشتغل مع مكافحة الإرهاب. ولولا كده إحنا اختصرنا 10 سنين من أعمال التنمية في سيناء. وأعلنت، وكان لي الشرف إن أنا أكون موجود برفقة أهالي شمال سيناء، بنعلن عن خطة ل5 سنوات قادمة باستثمارات تقترب من 400 مليار جنيه لشمال سيناء فقط، عشان نحول هذه المنطقة الواعدة إلى مركز لوجستي ومركز عمراني واقتصادي وصناعي وسياحي وزراعي يخدم كل مصر والمنطقة كلها، بكل المشروعات البنية الأساسية والمشروعات الخدمية اللي متخططة، واللي دايماً إحنا بقينا دلوقتي ما بنحبش إن إحنا نروح نحط حجر أساس فقط، ولكن إحنا بنروح لما يبقى الشغل على الأرض وقدام عينينا كلنا. وأعتقد ده بقى واضح للكل لما زار شمال سيناء، والكل كان منبهر بحجم الطرق والبنية الأساسية اللي اتعملت، وكل ده كان في ظل الإرهاب المقيت اللي كان بيضرب فينا كل أسبوع. ومع ذلك يعني أنا عايز بس أتذكر أو أذكر حضراتكم، والله كنا وأنا بشرف بوزارة الإسكان وإحنا شغالين، واستشهد زملاء لينا هناك كانوا بيشتغلوا في شركات المية وشركات المقاولات اللي بيشتغلوا، والشركة ما وقفتش والشركات كلها ما كانت بتقف يوم، وكان على طول بيجي بعديها على طول ناس تانية بيقوموا مقام شهدائنا اللي كانوا موجودين، والكل إصرار على تنمية هذه المنطقة. سيناء إن شاء الله دائماً هي جزء لا يتجزأ، وهي أغلى بقعة على قلب أي مصري. أريد أني أختم كلمتي لحضراتكم أن أنا جيت النهاردة عشان أطمن حضراتكم جميعاً وأطمن كل المصريين بأن أجهزة الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية وقوتنا المسلحة الباسلة تعي ما يحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه محاولة زعزعة الأمن المصري، وإننا لن نسمح بتحقيق أي من هذين المخططين، وفي الوقت نفسه حتستمر جهودنا لتنمية أرض الفيروز في إطار مسيرة التنمية الشاملة اللي بنحققها على أرض مصرنا الحبيبة. أنا بشكر حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خالص الشكر والتقدير لسيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقر.